السلام عليكم خوتي خوتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كيف بقيتوا حبايبي؟ شكرا لكم حبيبي على الكلمات الجميله اللي كتخليو لي في التعاليق ديالكم، زعما بصراحه كنقراهم وما كنسخاش، كنولي نرجع نعاودهم وكنقراهم ونقراهم ماشي مره ماشي جوج. شكرا لكم حبيبي، كنتمنى تدوم هذه المحبه ان شاء الله، ونبقاو دائما زايدين بهذه القناه. هذه القناه راها ديالكم، لان بكم كتطلع بكم ناجحه. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. واليوم ان شاء الله بحول الله غادي نمشي، عندي واحد الصديقه ديالي ساكنه في باري وجات الفوكلوز وبغات باش تشد واحد الدار اللي تدوز فيها العطله هي وليداتها، وانا نصحتها بواحد الاقامه اللي كنعرفها غزاله غزاله غزاله، يعني العطله البنات يعني مريحه وفيها كل ما كيحتاجوا لا الكبار ولا الصغار. قلت علاش لا ما نصور لكمش نتوما تاخذوا افكار بالنسبه لجابتكم الصدفه اللي جابتوا الصدفه لهنايا. يقدر انه يكون واخد واحد الفكره، والبنات اللي بغات تفاصيل ديال الاثمنه ولا ديال شي حاجه دوز لعندي الانستغرام اللي دائما كنخليه لكم، هو نزهه ميكس فلوغ، نفس الاسم ديال القناه ديالي. كيف كتشوفوا البنات هنايا دخلنا نشوفوا الدار الاولى، انتم كتشوفوا كيفاش كتكون لتحت، يعني غزاله صراحه البنات روعه. انا غادي نمشي معكم بالتفصيل ونحاول انه نوريكم كل حاجه بحاجه. كيف كتشوفوا البنات عندكم هنا الطبيله، عندكم الفوتوي مع طبيله صغيره، كلشي يدير لكم واحد لي ستاجير لو بغيتو تشوفوا فيها بحال دابا نتوما المسائل ديالكم الا جبتوا شي حاجه معكم ولا هذا بحال لي كورس يعني ديالكم. بالنسبه عندكم خلاص المطبخ، المطبخ مجهز فيه الاواني، ما تحتاجوا تجيبوا معكم حتى شي حاجه في الاواني، جيبوا معكم غير الماكله، يعني الماكله والمحلات ديال البيع راهم قرابين، يعني قرابين بزاف. المطبخ متكون من اي حاجه غتحتاجوها، عندكم فيها الماكينه ديال التصبين، عندكم الماكينه فيها ديال الاواني، عندكم هنا واحد البلاصه هنايا دير لكم فيها زعما سطيه الا بغيتي دير الميناج ديالك خفيف، لان الناس اللي كيجلسوا اسبوع اسبوعين شهر كل واحد شحال كيجلس، عندك المنشر، عندك الثلاجه، يعني ما تحتاجوا حتى شي حاجه. اللي ما بغاش يجيب الماكله طيبه من برا يقدر يطيب في الدار، عندكم كل شيء، الميكرووند، الفران، اي حاجه. هنا هاد الدار هادي عندها الحمام لتحت، كاين اللي كيكون عندهم الحمام الفوق. هاد الدار هادي صغيره، صاحبتي ما عجبتهاش لان هي عندها تبارك الله ثلاثه ديال الوليدات، قالت لك بالنسبه ليا ما غاديش تليق لي، لان الفوق انتم غادي تطلعوا تشوفوا الفوق كاين غير بيت واحد، يعني لا شامبر بارونتال، يعني ما غاديش تليق لها هي. واخا قالوا لها هذاك الفوتي كيتحل، ولكن بالنسبه ليها هي قالت لك لا انا كنفضل ولادي ينعسوا على فراشات نيشان. هانتوما البنات غادي نطلعوا هنا للطبق الثاني، وتقدوا تاخذوا افكار اللي كيبغي يدير يبني دار. هذه راه فيها ما وصلش البنات 50 متر، يعني اللي يبغي يدير شي دار مع جنب ديال البحر ولا فشي بلاصه يخليها فقط يعني العطله منين يمشي، احسن انه ما يكري يكون دايرها. الفوق دايرين مرحاض، وهنا فيها الا بيت واحد، هذا هو اللي خلاها هي قالت لك لا ما غاديش تليق لي. واخا انها كتحسب الوليدات الصغار ينعسوا في الفوتيل تحت، ولكن هي قالت لك لا واخا كيتفتح ما بغاتوش، ما عجبتهاش هادي. وغادي نمشيو نشوفو عاوتاني وحده اخرى، داير لكم فيها التلفازه الفوق، داير التلفازه لتحت، المهم زعما ايكيبي البنات بكل شيء، زعما كاينه غزاله داكشي نقي صراحه، زعما كاينه شي حاجه اللي زوينه. وانا درت هذا الفيديو هذا حتى للناس اللي ياخذوا لكم افكار اللي بغى يبني مع جنب البحر، غير بقعه صغيره ويدير فيها دويره صغيره وكل شيء، داكشي كيكون صغير وانتك. انتم البنات كيفاش كتشوفوا الجرده على برا؟ بصراحه واحد الهدوء، واحد الهدوء البنات روعه، يعني الناس كيجيو لهنا والله العظيم انهم كيخويو داك التعب ديال السنه كلها وكيرتاحوا، يعني بنادم مزيان انه هو اللي يمشي غير اسبوع. هنا البنات كيف كتشوفوا دايرين واحد الساحه دايرين فيها الالعاب للوليدات الصغار، وهنا هانتوما كيف كتبان لكم حتى الكبار داير لهم ديك الكره ديال الطبله. وهاد الغابه هادي كلها هنايا دايرين فيها داكشي المسائل ديال الرياضه اللي كيبغي يلعب الرياضه، يعني في الهواء الطلق او يجري او يتمشى. غادي نشوفوا الدار واحده اخرى لقات فيها هاد البيوت هكذايا، هادو هنايا فيها جوج ديال الفراشات، وعندك هنايا البلاكار خلاص كل بيت كتلقاي فيه البلاكار في ديال الحويجات على اللقاب كل شيء بالمسائل ديالهم. غادي نوريكم الاطلاله ديال هادي،
لان نصيحه البنات ملي تمشيو تكريو شي دار شوفوا الاطلاله، لان الا كنتو غتستمعوا تستمتعوا بشويه على كنزها تستمتعوا بواحد الاسبوع ولا حتى نهار، خاص تكون الاجواء لا اللي في الدار ولا اللي على برا تكون زوينه ومناسبه لكم، يعني تكون اطلاله زوينه، شوفوا شكون اللي غادي يجي قبالتكم، شوفوا المنظر اللي قبالتكم، كل شيء. ولينا رجعنا لهاد الدار هادي عاوتاني، ها انتم البنات هنايا دايرين فيها، هادي ديال الدراري الصغار حتى هي، شومبره ديالها بحال هكذايا، يمكن حتى هادي غادي نوريكم الاطلاله ديالها لينا شفنا بزاف، وما بغيتش نصورهم كاملين كاملين، حاولت انني نصور غير شويه حتى هي متوفر على البلاكار ديالها كيف ما شفنا. هادو كلهم عندهم هاد البلاكارات هكا فين كديروا الحويجات، حتى هي غنمشي نطلع على السراجم، انا مضروبه على السراجم البنات، خصني ضروري نشوف الاطلاله كيفاش دايره. هانتوما البنات هنايا كاين اللي ما كيبغيش الدار تجي قبالتو انفاس ليه، كاين اللي كيبغي يكون يعني قدامه، ما كاين واخا انه يبغي هو يخرج للبالكو ولا يخرج حاجه ما يكون شي واحد قبالتو. وعندهم لا شومبر بارونتال جاي على هذا الشكل هكذايا، فيها حتى هي بلاكار، غير هو البلاكار ديال لا شومبر ديال الوالدين كتكون كبيره، دايرين فيها الملايات، دايرين فيها المخدات، دايرين فيها لي زور، دايرين فيها كلشي، يعني متوفره من كلشي. وهذه فيها لا سال دو بان، يعني الحمام كبير على الاخرى اللي كنا شفنا، يعني بلا بينوار وكلشي. يعني البنات صراحة الإنسان أنه يدير دار مع جنب البحر، حنا كنضروبين على البحر ولا في شي بلاصة يعني اللي سياحية وكل شي، تكون غير صغيرة، ماشي خصنا حنا على مكان فيها 200 متر أو 300 متر باش نقولوا أننا نبنيو الدار، بالعكس ديال العطلة بنادم يديرها 50 متر جات غزالة. هنا الغابة البنات اللي قلت لكم هانتوما كيف كتشوفوا، وهنا كاين عندهم لابيسين، ما قدرتش باش نزيد البنات نصور لان كانوا الناس كتعوم، يعني احتراما للناس اللي كيكونوا تما كاينه، ما قدرتش باش نزيد حتى لهذا ونصور كل شيء، ولكن في الاخير غادي نخلي لكم تصاور اللي خديتهم من هذاك لو سيت ديالهم، قلت انني ناخذهم نحطهم لكم احسن باش لا للاحراج كما كتعرفوا، بالخصوص هنا فرنسا راكم عارفين الناس كتاخذ راحتها، ما تقديش انك تدخلي وتصوري الناس، كيعطيوك الاذن ولكن كاين شي حوايج اللي ما نقدرش نحطهم انا في القناه. كيف كتشوفوا البنات اللي عجبني فيها هو الطبيعه، يعني الجرده غزاله 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 غزاله، وكيعتنوا فيها بواحد الطريقه روعه. واي استفسار على الاثمنه او العنوان البنات مرحبا بكم عندي الانستغرام. ها انتم البنات هنا هذه لا شوم، هذه اللي خدات هي عجبتها هادي كانت الاطلاله ديالها زوينه، هي اللي كانت الاطلاله ديالها على لابيسين وعجبتها، قالت لك ناخذ هادي لان الاطلاله ديالها هنا في هاد البيت هذا جاي كيطل هكذا، حتى شي واحد ما جاي اونفاس ليها للدار ما جيش متقابل معاها. والجهه الاخرى اللي شفنا ديال الشومبرا الاخرى جاي الاطلاله ديالها على لابيسين، الشومبرا ديال ولادها جاتها هكذا، يعني عجبتها. يعني عندكم الاختيار البنات، وكل واحد والاثمنه زعما كاينه مناسبه، يعني ابتداء من واحد الثمن بسيط اللي يقدر بنادم يجلس اسبوع كيعرف خطره بركه عليه، وهي ماشيه حتى لشهر حتى لشهرين، كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. هذه كانت الاطلاله ديال لا شومبر ديال ولادها، قالت لكم عجبتها لان تقدر انها بحال دابا كانت الفوق تشوف ولادها قبالتها كيلعبوا، وسيكوريزي البنات يعني الامان، كل شيء مسدود داك الشيء بلا سيكوريتي ديالهم بكل شيء، يعني الانسان ما يخافش على وليداته يخرجوا يلعبوا الامان، يعني ما كاين شي حاجه. هي عجباتها هذه لان الاطلاله ديالها الديور كلهم كيشوفوا ليه، هذاك الشيء باش عجبتها هي اكثر. هنا البنات خلاص هادو هما التصاورات ديال لابيسين، يعني انا قلتها لهم قلت لهم بغيت ناخذهم، قالوا لي خذيهم. هنا كيفاش كتكون الدويره عند الطبيله ديالك، كل شيء عندهم طبيله، هادو لي شامب خلاص
خذتهم هكذايا. وهادو هنا لان كل دار عندها السفير ديالها بوحديتها، كاين ليها على هذا الشكل هكذايا. هذه خلاص هي اللي خذات، راه باينه بانه بالربل ديالها. وهنا عاوتاني كتكون مع الجنب ديال لابيسين اللي بغى يرتاح بعيد على الضجه ديال المسبح وكل شيء. زعما بصراحه البنات يعني غزاله هاد الاقامه هذه كنصح بها الناس اللي استطعتهم انهم يجيو لفوكلوس، يعني بصراحه روعه روعه. المهم البنات راه ماشي شي حاجه كبيره، ولكن بغيت انني نشارك معكم هاد الجوله خفيفه خفيفه خفيفه. وقلت علاش لا، يعني كاين اللي غياخذ غير افكار. خلاص هنا كاين الجاكوزي اللي دخلنا شفناه، ولكن هذيك الدوره تخفيف راكم عارفين البنات. ودايرين لاصال دو سبور، لاصال دو سبور انا حمقتني البنات، فاتني بزاف لان فيها كل شيء. وخلاص هذه الاطلاله اللي قلت لكم عندها بالجهه الاخرى، يعني جايه كتطل على بيسين غزاله. يعني هذه جهه هي مرطر، ملي كتطل على بيسين. كنتمنى البنات تكون عجبتكم هاد الجوله الخفيفه. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعه ديالكم، كنشكركم بزاف. وغادي نحاول انني ندير لكم فيديو في هاد الغابه هذه ان شاء الله بحول الله، وغادي ندير لكم بالتصوير وتشوفوا الاطلالات غزلان غزلان غزلان. حتى هاد الغابه عاوتاني فيها ما يتشاف غير بوحديتها، خاصها فيديو ديالها. وان شاء الله بحول الله غادي نحاول ندير لكم فيها فيديو عن قريب. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعه ديالكم، شكرا لكم على تعليقكم الجميله. ما تنساونيش من اللايكات، ما تنساونيش من البارطاج والاشتراك. البنات اللي مازال ما اشتركش مرحبا و1000 مرحبا. وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.